السلام عليكم، معكم زازي شام رئيس الجمعيه المغربيه للبيئه والتربيه والطيور وجيل الزينه. كنخدموا هذا المعرض بواحد الحضور قوي هذا العام، لان جبنا واحد 16 نوع من 14 دوله في العالم اللي كان اول مره الحضور ديالي تحضر في المعرض الدولي ديال مكناس. الحمد لله ثارت الاعجاب ديال الناس، العارضين حتى الزوار باقي ما دخلوش لان اليوم خاص غير بالعارض، حتى العارضين اللي معنا جاهم هذا الشيء. سبحان الله، يعني سبحان بديع السماوات الخالق كيف خلق هذا الشيء، ومن جميع انحاء العالم جبنا هذا الدجاج باش تعجب الناس اللي غايجيو ان شاء الله تبدا الزياره ديالهم من غدا ان شاء الله. وكنوعدوا المغاربه بان ديما غيكون جديد، وديما غيكون الحضور ديال الجمعيه المغربيه للبيئه وتربيه الطيور ذوي الجنس، غيكون الحضور قوي. وتمن اللي ما عندوش يشوف جبنا انواع البيوض ديالها، جبنا الدجاجه اللي ما عندهاش الريش عندها الصوفه بلاصه الريش، جبنا الدجاج اللي كيوصل ل 7 كيلو في الوسط 8 كيلو. يعني الحمد لله باش يكون جديد في المغرب ويكون الحضور ديالنا قوي في هذا المعرض.